جاي لهنا للملعب 44 درجة، معناها كان ربما الأحرى هو التسديد. رأسية وليد الهجري ترجع، مازال الخطر على دفاع المستقبل يا المساكني، التسديد مرة أخرى والكرة هدف، هدف لصالح ترجي نادي تونسي. إيهاب المساكني، إيهاب المساكني في بهتة دفاعية للمستقبل، إيهاب المساكني يعطي التفوق لصالح الترجي، يعطي الأسبقية، الهدف الأول لصالح الترجي في بهتة دفاعية كمان. هفوة من محور الدفاع مستقبل جابس، ويظهر لي في الوقت هذا هذه الإعادة، ترجع الكرة تضرب في محمد بن منصور، ثم ترجع مرة أخرى إيهاب المساكني، مراوغة أولى، ثم التسديد وادخالة الحارس ياسين بوركبة. هذه الإعادة من زاوية أخرى، إيهاب المساكني ضربت في مدافع وغلطة الحارس، ضربت في مدافع وغلطة الحارس، المدافعين يستنون.